ويقول لنا سيبونا يا جماعه هل حبس دكتور الزوج ده، كريمه، هل حبس سيبونا الزوج الدكتور ده كريمه. متوافق مع الشرع ولا لا؟ تاني حاجه بس انا عايز ارد على حاجه، لا في حاجه خطيره الاستاذ وليد قالها شرعا، انا يعني اشك، معلش يعني برضو حضرتك خد كلامي، انه انت قلت يا استاذ وليد انه الزوجه يجب ان تقبل لما يتزوج عليها باخرى، معلش لحظه واحده، وانها مش من حقها انها تطلب الطلاق وتعتبر آثمه. لا انا الكلام ده انا اول مره اسمعه، ده هو ربنا سبحانه وتعالى ابغض الحلال في هذه الحاله، انه الزوجه على فكرة تطلب الطلاق ويحق لها، لان ربنا سبحانه وتعالى اصلا ان ابغض الطلاق. دي فرصه اكمل، طيب دي فرصه اكمل، انه ربنا سبحانه وتعالى عالم بالمراه، انه مش كل امراه تقدر وعندها الشجاعه والقوه انها تتحمل تلك المشاعر. ما هو من الكلام اللي احنا دايما بنقوله بالرد ده رخصه انها لو عايزه تطلق تطلق، وده ابغض الحلال وقتها. ما هو ده اللي احنا بنردده في الاعلان، مش تطلق بس وترفع خلع. فحضرتك بتقول ازاي انها يجب ان تقبل، ازاي اكره المراه على شيء احساس جواها مشاعر انها تتقبلها، ولازم الاسلام بيحس على انها تعامل كانسانه. فين الانسانيه هنا؟ انا لازم رجل دين هوقف هنا، وفي الحته دي مش هنتكلم فيها لحد ما ان احنا نتواصل مع رجل دين. فاصل فاصل.